بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة لا تزال النجوم هي الوسيلة الأفضل للاهتداء في الفضاء، فدعوني أتأمل معكم أهمية هذا التوجه في الفضاء وكيف يعتمد العلماء على هذه الأنظمة الحديثة وكيف يستفيدون من النجوم التي ذكرها القرآن قبل 14 قرنا. دعونا نتأمل. إن أحدث وسائل التوجه في الفضاء هي باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي أو GPS، ويقول العلماء إن النجوم النابضة أو الطارقة هي نجوم ماتت وتحولت لمطارق كونية تدور بدقة مذهلة تتفوق على الساعات الذرية، حيث تبث أشعة سينية منتظمة لا تخطئ. ويقول فريق الباحثين إن توقيت انبعاثات الأشعة دقيق للغاية، بحيث يمكنه أن يتفوق على أي ساعة ذرية، وبالتالي يمكننا القول إن نسبة تحديد أي مكان في الفضاء بواسطة النجوم الطارقة أو النيوترونية قد لا تزيد، يعني نسبة الخطأ فيها عن 5 كيلومترات في أي مكان من مجرتنا. إذن أيها الأحبة، هذه النجوم لا تزال حتى اليوم وسيلة للاهتداء، نهتدي بها في الصحراء، في البحر، في الطائرات، واليوم يستخدمها العلماء في تحديد المواقع بين النجوم والمجرات. سبحان الله، الله تعالى قال وبالنجم هم يهتدون، وأقسم كذلك بالطارق فقال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. يعني الله تعالى يريد أن يقول لك كما أن هذه الملائكة التي وكلها الله بك أيها الإنسان لا تخطئ، تحفظ كل شيء، كذلك هذه النجوم الطارقة التي أقسم الله بها لا تخطئ أيضا. ولا نملك ونحن نقرأ هذه الحقيقة إلا أن نقول سبحان الله. حتى يتبين لهم أنه الحق.